الجديد تعود أزمة الكهرباء في محافظة طول كرم في ظل مماطلة الجانب الإسرائيلي بمنح مزيد من القدرات الكهربائية للمدينة، فعلت مطالبات ومناشدات للتدخل العاجل لتوزيع عادل لما هو ممنوح في السابق، ويفي باحتياجات المواطنين في ظل زيادة النمو السكاني في المحافظة. أهالي مخيم نور شمس الغالبية منهم رفضوا الحديث، ولكن ماذا قالت الأقلية؟ فلنسمع وإياكم إلى ما رصدناه في نبض الشارع. مطالب يوجدوا حل إلها ومناسب للكل، أنا صارت شغلة مزعجة كثير يعني قطعان باستمرار وبطل واحد يقدر يتحمل يعني تركيز الاستهلاك من قبل المواطنين طبعا درجة أولى ومع مراعاة ظروف المواطنين يعني برضو من قبل السلطات أو المسؤولين يعني. بالنسبة لمشكلة الكهرباء هذه مشكلة يمكن قديمة شوي، لكن المفروض أن تحل بطريقة سلمية. يعني العنف اللي بيصير هذا مش حضاري اصلا، ممكن انت تحتاج اعمل اللي بدك اياه، لكن بطريقه احتاجي لا تاثر لا على السلطه ولا على المواطن ولا تاثر على اي واحد. ممكن توقف على طرف الشارع، تحتاج ترفع علام، ترفع اللي بدك اياه بطريقه سلميه حتى تاخذ مطالبك، هذا الحل النهائي. اما قضيه العنف والسلطه وتحتك بالناس والناس يحتكوا بها، هذا اصلا غير حضاري. اصلا السلطه اجت تحمينا، صح هم اخطاوا عنا، في عنا اخطاء، هو يعني كرجل امن حقه يحافظ على الامن، وهذا وضع طبيعي. انت من حقك تحتج، لكن بالطريقه مش الطريقه العنف اللي انت استعملتها. انا مش بقول هذا الكلام لاني بدي اجامل السلطه، لا، لانه هذا المنطق وهذا الواقع. طالبنا، ما قلنا لهم اللي سرقوا الخط وباعوا للبلديه رجعوه، بقول لك تاع البلديه انا اشتريت خط، ولا لو تقوم الدنيا ما برجعوش. شو مش راضين يرجعوا لنا الخط، وبكت نور شمس الوحيد اللي ملتزم بشحن الكهرباء، لانه ما كفش عنا احنا عنا ضغط في الكهرباء والناس تدفعوا محلاها. اما باعوا الخط صار ضغط على المخيم، صارت كل يوم تطفي على المخيم، ما تجيش مش تطفي ما تجيش. مشكله الكهرباء في مخيم نور شمس مشكله مستعصيه، يعني حلها بسيط، حلها انه البلديه، فهم علي، انه تشتري قوه كهرباء وتمد المخيم في الكهرباء، بس لا اكثر ولا اقل. المشكله عند البلديه، يعني مش المشكله في المخيم، المخيم بقت عنده كهرباء من اول والكهرباء راحت، فالمفروض انه الكهرباء ترجع وخلصت وراحت. حل المشكله على عن طريق قطع او اعطاء المنطقه اللي هي غرب مخيم نور شمس، منطقه حاره السلام زائد جزء من ذنابي زائد منطقه المصانع، بحيث تتولى ادارتها وجبايتها بلديه طول كرم. وتم الحديث مع بلديه كفر اللبد على ضخ 10 امبير على منطقة الجبل ومنطقة المزارع، بحيث انه منطقة الاطراف البعيدة من مخيم نور شمس تاخذها بلدية كفر اللبد. وكان حديث من المحافظ انه يتم الزام التجار اللي عندهم محلات تجارية ومصانع على الخط الرئيسي بالدفع، بحيث انه هو يوجه كتب رسمية لهم بضرورة الالتزام من اجل تخفيف الضغط الحاصل في مخيم نور شمس حتى تكفي الكهرباء الداخلي على نور شمس، لانه الاطراف حقيقة تستنزف جزء كبير من هاي الكهرباء. وتم الاتفاق على المباشرة في العمل خلال الأيام القريبة، هاي حال اللي احنا فيها إن شاء الله، ونتأمل من الناس إنهم يعملوا على ترشيد الاستهلاك في المنازل حتى نصل لحل إن شاء الله يرضي الجميع. ونتمنى من الإخوة الهدوء والانضباط، لأنه احنا حقيقة موجودين كلنا مع بعض في هذا الوطن، فلازم نتقاسم ونتشاركه، وإن شاء الله احنا في طور الحل وإن شاء الله بنحل الموضوع. المتهم الأول والأخير في مشاكلنا في هذا في موضوع الكهرباء هو عدم تزويدنا الكمية الكافية التي تواجه احتياجنا وتواجه النمو السكاني الموجود في محافظة طول كرم وفي باقي المحافظات، هو المتهم الاحتلال الإسرائيلي. ما بنأخذ إحنا يعني الحصة الكافية اللي بتغطي الاحتياج، لكن ما دام احنا هي الكميه المتوفره لنا لازم احنا ندبر كيف احنا نوزعها بين بعضنا بطريقه صحيحه عادله بترشيد الاستهلاك. اللي احنا في مخيم نور شمس احنا يعني معنيين اهلنا في مخيم نور شمس ياخذوا هذه الخدمه ويتمتعوا فيها كما يتمتع اي مواطن في هذا الوطن، سواء كان في مخيم نور شمس او في باقي المخيمات اللي في الوطن كلها. احنا يعني في مشكله في توزيع الكهرباء، في كيفيه استخدام الكهرباء وترشيد الكهرباء، وايضا هناك في مشكله في بعض المصانع والمحلات التجاريه اللي هي تستخدم الكهرباء بالمجان وتحت عنوان معين، وهي يعني فقط الهدف التجاري،
ليس يعني استخدام منزلي، مستوعبين جدا انه الاستخدام المنزلي قد يزيد يعني بنسبة ما، ولكن الزيادة الغير متوقعة واللي هي اللي احد اسباب المشكلة هي الاستخدام في الاسباب صناعية او تجارية بدون اي دفع لاي فاتورة. يعني في محلات بتقوم في هذا الشيء، احنا يعني راح نتوجه لهم مشان اولا وضع تصويب وضعهم، وثانيا من اجل ترشيد الاستخدام او الاستهلاك. بالمقابل شارع المخيم نور الشمس هو شارع للمارة للجميع، سواء من المخيم او من مخيم طول كرم او من اي بلد من بلدات هذه المحافظة. هذا الشارع الحيوي الذي هو عماد أساسي للحركة الاقتصادية لمحافظة طول كرم ولحرية الحركة للمواطنين، مستوعب جدا حالات الاحتجاج والاعتصام والتعبير عن الرأي، نستوعب ذلك، ولكن إغلاق الجامع الشارع هذا شيء مرفوض جدا. احنا يعني بنستخدم كافة الوسائل انه ان يبقى الشارع مفتوحا لكي يمر الجميع بهذا الشارع. سيكون هناك اجراءات من اجل ذلك، سواء كان من اجل حل مشكلة الكهرباء او ايضا من اجل بقاء الشارع مفتوحا.